كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بالخير ولا يظن فيكم أي شيء وحش فيكم. كل سنة حضراتكم طيبين والشعب المصري كله طيب وقدست البابا بخير وصحة وسلامة ويخليه لمصر كلها لأنه ده عمود النور في مصر كلها حقيقي. يعني كل سنة حضراتكم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلنا دايما مهيئين مكان المسيح اتولد في قلوبنا وبيوتنا وفي بلدنا لأنه المسيح جه للسلام فأكيد نتمنى السلام للناس كلها لبيوتنا ولبلادنا. كل سنة ومصر بخير وكل سنة والشعب المصري والشعب المسيحي وجميع العالم كله بخير وسلام وربنا يجعل أيامنا سلام وهدوء. كل الشعب المصري جميل بخير وأحب أوجه التهنئة لرئيسنا الجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لينا امبارح في العيد ولقداسة بابا المعظم الأنبا تودروس الثاني والقناة ميسات القناة الجميلة اللي كلنا بنحبها. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وبنهني قداسة البابا تودروس بعيد الميلاد المجيد وكل شعب مصر بخير وسلام. وانتم طيبين ودايما فرحانين وقلوبنا مليانة ثمار الروح القدس دايما. ربنا يجعله عيد مجيد وجديد ويدي العمر المجيد قداسة بابا تودروس ويحافظ على قداسته وعلى الكنيسة وعلى مصر كلها.